فطلعوا طالبوا واحكوا الحصه الدومينيه قطعوها عليكم، الدولار جاي يوميه يصاعد، السوق غالي، يعني انتم اذا تبقون ساكتين صدقوا بالله ودقوا حتى يدخلون على بيوتكم ياخذونها. هاي الثوره التشرين اللي خرجت هي كلها شعب، هاي التشرين منطق شهداء وجرحى ومغيبين، المن طلعوا متعافين؟ شافوا الحكومه، يعني حكومه غير شرعيه، حكومه مواليه للدول الجوار، نص تشتغل ايران، نص تشتغل الامريكا، ونص السورية، وهذا البلد والشعب تعبان. يعني انتم الشعب العراقي او العراق بصوره عامه اغلى شعب، اغلى بلد بالعالم، وهاي تاليته ناس جد بالشوارع، الناس تعبانه، بنيه تحتيه ماكو، كهرباء ماكو.